السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ پانچ دعائیں ضرور پڑھیں. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو پانچ ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں، جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا اللہ رب العالمین خود اس کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس بندے کی مغفرت فرمائے گا، عذاب جہنم سے حفاظت ہوگی، ایسے بندے پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی. کلمات ہیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أستغفر الله. اللهم أجرني من النار. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.